روسيا ستستخدم نفوذها على القيادة السورية لفرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار، آملة أن يمارس الجانب الأمريكي نفوذه أيضاً على المعارضة المسلحة. بصريح العبارة أعلن الكرملين هذا الموقف، كاشفاً مجدداً أن مفتاح الحل في سوريا تملكه روسيا والولايات المتحدة. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن النظام أعاد قواته وأسلحته إلى طريق الكاستيلو بعدما تعرض لإطلاق نار من المعارضة، في وقت قال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك أن لا معلومات مخابراتية لديه أو حقائق تشير إلى أن النظام بدأ الانسحاب من طريق الكاستيلو، وهي خطوة ضرورية كي يتسنى إيصال الإمدادات الإنسانية إلى شرق حلب. في غضون ذلك أكدت واشنطن أنها لن تتعاون مع موسكو قبل دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا. من الجانب الروسي أيضا، طلب وزير الخارجية سيرجي لافروف من نظيره الأمريكي جون كيري في اتصال هاتفي نشر تفاصيل اتفاق الهدنة، وذلك قبل أن يعقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اجتماعا مع مستشاريه للأمن القومي ومن بينهم كيري ووزير الدفاع أشتون كارتر لبحث فاعلية تنفيذ الاتفاق، بانتظار أن يجتمع قادة دول العالم اعتبارا من الاثنين المقبل في نيويورك للتباحث في سبل وضع حد للنزاع السوري ولمساعدة ملايين اللاجئين. في تصعيد هو الأخطر منذ بدء الهدنة قبل 4 أيام، سجل هجوم لقوات النظام على مجموعات مسلحة حاولت التسلل من محور جوبر ومعمل كراش في الغوطة الشرقية باتجاه شرق العاصمة، كما شهدت عدة مناطق غارات جوية أسفرت عن مقتل 3 مدنيين، في حين أعلنت موسكو عن استعدادها لتمديد الهدنة 72 ساعة إضافية. إنسانيا، لا تزال شاحنات المساعدات التي ينتظرها السكان المحاصرون في حلب بفارغ الصبر عالقة في المنطقة العازلة على الحدود بين تركيا وسوريا. وفي الانتظار يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا بشأن سوريا للاطلاع على تفاصيل اتفاق الهدنة.